ضليت أردد هذا الدعاء فوق 6000 مرة، وبعدها رفعت إيدي لرب العالمين وحكيت: يا رب يا رب، حل ما عقدوه وفك ما ربطوه لي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، بلسم آية. في حلقة اليوم رح أحكي لكم قصة من أجمل القصص اللي حدثت بسبب الدعاء في يوم عرفة، ورح نتعرف على فضل عشر الأواخر من ذي الحجة ويوم عرفة، وليش هاليوم بالذات مهم ورب العالمين بيستجيب فيه كل الدعوات. قصة اليوم من أجمل القصص اللي مرت علي، فعليا بتحسسكم قديش إنه يوم عرفة مهم، وكيف رب العالمين أعطانا دائما الدواء لكل داء يصيبنا في حياتنا. بسم الله نبتدأ القصة. تروي القصة امرأة وتقول: لي إحدى صديقاتي وصل عمرها 40 سنة ونفسها تتزوج مثلها مثل غيرها من البنات. هاي البنت كانت تعرض حالها على شيوخ كتير يقرأوا عليها، اللي بيحكي لها عندك مس عاشق، واللي بيحكي لها عندك ربط، واللي بيحكي لها عندك سحر، وهذا هو السبب اللي مش مخليك تتزوجي لهلا. البنت كتير تلخبطت وكتير تشتتت، وبعد فترة قررت البنت تترك كل الشيوخ، وبعد 8 أشهر بالضبط اتزوجت بزوج أكبر منها بسنة واحدة فقط. شو اللي صار بالضبط؟ وكيف انحلت هاي المعضلة بحياتها؟ زي ما بنعرف موضوع السحر والربط والمس وهاي الأمور كتير صعبة ومش بسهولة تنفك عقدها في حياة البنت أو الشاب. خلوني أحكي لكم السر اللي عملته هاي البنت. بعد ما تزوجت هاي البنت، صديقتها سألتها: شو صار معك بالضبط؟ طب ما انت عندك سحر وعندك شغلات كتير صعبة وصار لك سنين ما عم يزبط معك، شو اللي عملتي بالضبط؟ ردت عليها وحكت لها: عملت شغلتين، اول اشي استغفار بشكل دائم طول اليوم، والشغلة الثانية اني بيوم عرفة تركت كل اشي حرفيا الا اشي واحد ضليت اردد فيه، وهو الحرز. والحرز هو أفضل الدعاء اللي وصانا الرسول عليه السلام نردده بيوم عرفة، واللي هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هاي الإمرأة بتحكي: ضليت أردد هذا الدعاء فوق 6000 مرة، وبعدها رفعت إيدي لرب العالمين وحكيت: يا رب يا رب، حل ما عقدوه وفك ما ربطوه لي يا الله. وضلت تدعي وتدعي تدعي وتدعي، وبعد 9 أيام من يوم عرفة اجتها وحدة حكت لها: حابين نشوفك لأخوي. وفعلا تم النصيب وتزوجت هاي المرأة بعد 9 أيام من دعائها بيوم عرفة، بعد ما مر على عمرها 40 سنة. تخيلوا انه هاي المرأة 40 سنة من عمرها تعاني من امراض روحية، وزي ما بنعرف الامراض الروحية تعيق موضوع الزواج، تعيق الرزق، تعيق امور كثيرة. سبحان الله عرضت نفسها على شيوخ كتير ورقية شرعية وامور كتير، الله سبحانه وتعالى ما كان كتب لها الشفاء. فتخيلوا بترديدها للحرز اللي الرسول عليه السلام وصانا فيه ودعائها في يوم عرفة، فكت العقد وابطل السحر. يا جماعة اللي عنده امراض روحية نفسية جسدية، فرصتكم يوم عرفة. يوم عرفة قرب، يوم التغيير، يوم استجابة الدعوات، يوم النصر على أنفسنا وعلى كل من يؤذينا. تخيلوا قديش إحنا عن جد مساكين يا جماعة. الله سبحانه وتعالى معطينا الحلول لكل شيء، بس عن جد إحنا بنحب نلف وندور. الله سبحانه وتعالى حكانا يوم عرفة أفضل الدعاء هو الحرز، طب ليش ما نكرره كتير؟ ليه ما ندعي بعده؟ ليش بنحاول نجتهد من أنفسنا بأشياء كتير وبننسى الإشي الأساسي؟ يوم عرفة هو اليوم الذي لا يرد فيه الدعاء، وخير أيام الدنيا أيام العشرة من ذي الحجة، ومن عظم هاي الأيام الله سبحانه وتعالى أقسم فيها بالقرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر،
وتخيلوا انه هاي الايام افضل من ايام رمضان، مش من ليالي رمضان، من ايام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ايام اعظم عند الله من هذه الايام، والعمل الصالح فيها غير عن بقية الايام. وكتير من الصالحين حكوا: والله ما دعونا الله في يوم عرفة دعاء إلا واستجاب الله لهم وحقق دعاءهم في السنة التي تليها. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو من أعظم أيام السنة. بيوم عرفة يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء أحد مناسك الحج. ويا جماعة، الدعاء مستجاب في يوم عرفة. الرسول عليه السلام شو حكى؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء يا جماعة هو الحرص. رددوه قد ما بتقدر بيوم عرفة، بعدين ارفعوا ايديكم وادعوا كل شيء في بالكم. ومن أهم الشغلات عن يوم عرفة هو صيام يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. يعني الله سبحانه وتعالى يكفر سيئاتكم وذنوبكم سنة قبل وسنة بعد. شو بدكم أحسن من هيك؟ بس بصيام يوم عرفة. ومن فضائل يوم عرفة كمان أن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه الرقاب من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهاي الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، عشان هيك هذا اليوم تحديدا يوم مميز في التاريخ. وتخيلوا من عظم هذا اليوم، الله سبحانه وتعالى يباهي فيه بأهل عرفة أهل السماء. إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. طيب، إيش الأشياء اللي بنقدر نعملها بيوم عرفة؟ يستحب في يوم عرفة التكبير والتهليل والتحميد. كيف بنقدر نبلش؟ التزموا بالصلاة على رسول الله والاستغفار. عني أنا شو بعمل؟ بيوم عرفة بقسم اليوم، بخلي ساعة لقراءة سورة البقرة، قراءة الأدعية والأذكار كاملة، وما تيسر من القرآن الكريم، وبخلي وقت للأذكار. تقدروا تصلوا على النبي فوق الألف، تستغفروا فوق الألف، تحوقلوا وتسبحوا وتكبروا وتحمدوا وتهللوا الله سبحانه وتعالى. أهم إشي يا جماعة الدعاء، من عند تقريبا قبل العصر، قبل ما تبلشوا الدعاء، خلينا نحكي من وقت العصر بدنا نبلش ندعي. قبل ما تبلشوا الدعاء حاولوا تمسكوا المسبحة وقد ما بتقدروا تحكوا الحرز: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. احكوها قد ما بتقدر، اللي بيقدر 1000 2000 3 قد ما بتقدر، وحاولوا كتروا منها. بعد ما تحكوا الحرز ارفعوا ايديكم لرب العالمين واطلبوا من الله ما تشاءون. كل الأدعية اللي في بالكم، كل الأمنيات، كل شيء نفسكم فيه ادعوا الله فيه. كنت في كل يوم عرفة من كل سنة أعمل كل إشي إلا موضوع إني أحكي الحرز كتير. يعني كنت أحكي الحرز 20 مرة، 50 مرة، 100 مرة، بس ما كنت أعرف إنه لازم أحكي أكتر إشي بعدين أدعي. يعني هاي القصة اللي حكيت لكم إياها بداية الفيديو ألهمتني صراحة. هذا اليوم أجاكم هيك من الله سبحانه وتعالى، ادعولي معاكم أمانة، ادعولي هيك بكل شيء حلو إلي ولأهلي أمانة، ادعولي عن جد. وهذا الفيديو يا جماعة عشان الكل يستفيد منه، يستفيد من القصة، انشروه على قد ما بتقدروا، بعتوه لكل حدا تعرفوش يمكن بسبب هذا الفيديو يوصل ناس تكون مريضة مرض عضال أو مرض روحاني لها سنين عايشة فيه، بسبب التزامها بالأشياء اللي بهذا الفيديو الله سبحانه وتعالى يشفيها، فيكون إلكم الأجر، أجر الصدقة. لا تنسوا اللايك للفيديو والكومنت عليه، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تبعتوا الفيديو لكل الناس اللي بتحبوهم عشان تكسبوا أجر الصدقة. هذا حساب الإنستغرام، ضيفوني عليه حتلاقوه بأول تعليق. أما الصبايا اللي عندهم العذر الشرعي في يوم عرفة، إيش بيقدروا يعملوا؟ كل إشي عدا الصلاة والصيام يا جماعة. تقدري تقرأي قرآن من الهاتف، تقدري تسبحي، تهللي، تكبري، تصلي على النبي، تستغفري، تتصدقي، وتحكي الحرز، وتدعي كتير كتير كتير، لأنه يوم عرفة يوم استجابة الدعوات. فيا جماعة استغلوا هذا اليوم، استغلوا واحكوا لأحبابكم يستغلوا هذا اليوم. يا جماعة هدية من ربنا، حرفيا هدية من ربنا سبحان الله. الطاعات في أيام ذي الحجة نياله،
نيال اللي بيعملها. ان شاء الله رح اعملكم لايف على قناتي قبل يوم عرفه بيوم، استنوني، تذكروا قبل يوم عرفه بيوم الساعه 8 المساء حفتح لايف على قناتي وحنحكي قصص كتير عن يوم عرفه وشغلات كتير حلوه. واخر شيء حابه اختم فيه هذا الفيديو هو قصه قصيره، هي قصه امراه تعيش في قريه نائيه وسط الصحراء، ابنها مريض ومرض عضال وصعب شفائه، كيف استغلت الدعاء في يوم عرفه وشو صار معها. هاي السيدة كانت تدعى فاطمة، كانت تعيش مع ابنها الوحيد اسمه يوسف ولم يتجاوز عمره 10 سنوات. يوسف يا جماعة كان مصاب بمرض نادر بمنعه من الحركة بشكل طبيعي، وكان بيعاني من الألم الشديد بأغلب الوقت. أمه حاولت تعالجه بس إمكانياتها كانت محدودة وظروفها المادية صعبة. سمعت هاي الأم عن يوم عرفة والدعاء في يوم عرفة وكيف أنه يستجاب، فقررت هاي الأم تكرس يوم عرفة للدعاء من الصباح. ظلت رافعة إيديها تدعي وتبكي وهي جالسة بجانب سرير ابنها، وعند غروب الشمس وهي تشعر بالتعب والإرهاق حدث ما لم تتوقعه أبدا. بدأ يوسف يتحرك من سريره قليلا ثم فتح عينيه ونظر إلى أمه وقال بصوت ضعيف: ماما أنا اليوم حاسس بإشي مختلف، حاسس إنه الألم عم يخف عني. الأم ما صدقت من الفرحة وأخذت تشكر الله، وبعد أيام بدأ يوسف يستعيد عافيته مجددا وصار يقدر يوقف ويقعد بمساعدة أمه بشكل بسيط. فشوفوا يا جماعة سبحان الله يوم عرفة، يا رب إنه يكتب لنا الأجر، وإن شاء الله يا رب دعواتكم اللي فيها خير لكم تستجاب. ألحق حالي بسرعة قبل ما تيجي سيارة الخضرة، ديروا بالكم على حالكم، انشروا الفيديو هذا في كل مكان، شاركوا الفيديو مع الكل، اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب لقناتي عشان تكسبوا أجر الصدقة. صار اضطراري إني أنهي الفيديو يا جماعة، ديروا بالكم على حالكم، شاركوا الفيديو مع الجميع الله يرضى عليكم عشان تكسبوا أجر الصدقة. أحبكم كثير، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله بظروف أفضل بهاي الظروف، والسلام عليكم.